السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. تحياتي للجميع، تحياتي لكل حد متابعنا ومنور قنواتنا دايما، وشكرا للناس اللي طبعا اليومين دول كمان ثقتهم زادت اكتر واكتر عن الاول. تحياتي لكم جميعا. النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، واغلب الناس اللي هم ممكن يكون المبتدئين او المربيين، مش هنقول المربيين، المبتدئين او اللي حابب لسه عايز يشتري كلب، بيشككوا فيها وبيقلقوا منها وكمان بيكونوا مترددين منها. طبعا حاجة مهمة جدا، لفتت نظر كتير من الناس، لفتت نظر كتير من الناس اللي حابة تشتري كلاب والحاجات دي كلها، وهي أصحاب الكلاب أو مبيعين الكلاب أو تجار الكلاب أو مزارع الكلاب أو الحاجات دي كلها الأخ. طبعا اول ما بيجي يعرض كلب، في ناس لما بتيجي تعرض كلب بتكتب سعره النهائي ايه، وفي اغلب الناس لما تيجي تعرض كلب ما بتقولش على اسعاره، يقول لك في اخر البوست او في اخر الحلقه او في اخر اللايف او في اي حاجه المنشور مثلا اللي معروض عليه الكلب، يقول لك في الاخر يفضل ان احنا نتكلم خاص لو انت حابب، او يفضل ان انت تتصل عن طريق تليفون، طبعا هيكون افضل. ايه الاسباب دي يا جماعه وليه بيحصل كده، وليه الناس في ناس بتعرض باسعار وفي ناس ما بتقول يفضل ان انت تتصل بينا؟ طبعا يا جماعه الحاجات دي بتبقى لها كذا حاجه، ممكن كذا كذا يعني كذا موضوع ممكن نتكلم فيه، بس احنا هنتكلم عن المواضيع المهمه اللي هي يعني الاساسيات بتاعت ان صاحب الكلب ما يعرضش سعره. هنقول هو ايه، لان انا عارف ان في ناس كتير ما فكرتش ان هي تحكي في الموضوع ده ولا حد يتكلم فيه. طبعا الكلام ده حصل معانا احنا شخصيا، ساعات بنعرض كلب للبيع وبنكتب عليه سعره، وساعات بنعرض كلب وما بنكتبش عليه سعره. طب ليه؟ اغلب الكلاب اللي احنا بنكتب عليها اسعارها اللي هي بتكون باسعار رخيصه او باسعار في متناول الجميع، لكن الكلاب اللي ما بنكتبش عليها اسعارها اللي هي بيكون اسعارها ممكن تكون عاليه شويه، ممكن تكون الكلب ده مثلا في حدود مثلا يساوي 5000 جنيه، يساوي 6000 جنيه، 7000 جنيه، لكن الاسعار ما تحت ال 2000 ده بنكتب عليه اسعاره 1500 جنيه، 1000 جنيه، 700 جنيه، 800 جنيه. طبعا الحاجات دي كلها لما بتكتب الاسم او رقم المبلغ ده بيكون شادد الانتباه اكتر وشادد النظر اكتر. يعني ما ينفعش ان انا نكتب ننزل كلب في بوست ونقول عليه كلب ده نوعه جيرمان شيبرد مثلا ولنفترض للبيع وبسعر رخيص جدا 15000 جنيه. طبعا كلمة رخيص جدا عند اغلب الشعب المصري يعني المفروض يبقى بدل 15 نقول 500 جنيه، نقول 1000 جنيه، نقول 1500 جنيه، ده معنى كلمة رخيص. لكن طبعا معناه او ما معنى ان انا نعرض كلب ونقيم سعره والسعر يكون سعر غالي جدا، طبعا اكيد ان مش هيحصل عليه سحب، او الناس مش هتبدا تتصل، او الناس مش هتبدا تشغل بالها، وده اللي بيفكر فيه كل مربيين او مبيعين او تجار الكلاب. يقول لك انا الكلب ده سعره غالي، يعني انا لما نيجي نعرضه دلوقتي ونكتب عليه السعر طبعا مفيش حد هيتصل لان السعر غالي، يبقى يفضل ان انا ما نكتبش السعر والناس تتصل. في حاجة كمان انت ممكن تكون مش واخد بالك منها، صاحب الكلب ما بيكتبش السعر لسبب كمان، ان في حاجات ما قالهاش في الفيديو او مواصفات خاصة بالكلب، او مثلا زي مثلا ابن مين، سلالته ايه، نوعه ايه، اساسياته ايه، ده ما بينفعش ان هو يتقال في فيديو او ما ينفعش ان هو يتقال في بوست، فما بيكتبش السعر عشان انت لما تتصل بيه يقول لك والله ده 1 2 3 4 5، طبعا بيحدد لك الكلب وسبب ان سعره غالي شوية ايه، وسبب الحاجات دي ايه والحاجات دي كلها. يعني كلب مثلا ولنفترض كلب واخد تطعيماته كامله، مرخص، في مواصفات عاليه، الحاجات دي كلها، غير كلب مستوى شعبي شويه. كل دي اسعار يا جماعه اللي بيحددها صاحب الكلب نفسه. طب في ناس تقول طب هل الكلاب مسعره؟ طبعا الكلاب مش مسعره زي المواشي بالظبط والحاجات دي كلها. اللي بيقيم الحيوان نفسه شكله العام، المواصفات بتاعته، الحاجات اللي هي الكامله اللي فيه، زي كلاب مستورده غير كلب محلي، غير كلب بيور، غير كلب شعبي، غير الحاجات دي كلها. طبعا كل دي مواصفات هي اللي بتقيم سعر الكلب، واللي بيقيم عليه صاحب الكلب نفسه بناء على الحاجات دي كلها. صاحب كلب غشيم جدا اللي يقيم كلبه بالمصروف، يعني لو انا عندي كلب وصرفت عليه علاجات وتطعيمات وتدريبات، لما نيجي نقيم كلبي ونقول كذا كذا كذا، ده يبقى غشم، لان انت بتصرف لنفسك، معنى كده ان انت الكلب ده علاجات تطعيمات، دي اي حد بيعملها، اي حد بيكون عنده كلب بيعملها. ممكن تدريب الشراسه بالذات هو اللي بيعلي من سعر الكلب شويه، لان في اغلب الناس بتحب الكلب المدردح، الكلب اللي بيتحرك، الكلب الشرس، الحاجات دي كلها. فطبعا
هتبص تلاقي اغلب المربيين بيروحوا للكلب اللي هو في شراسه، الكلب اللي متفاعل، الكلب اللي شغال، الكلام ده كله هو ده اللي بيعلي سعر الكلب زيه زي المواصفات الشولين والحاجات دي كلها، تمام. لكن اغلب الناس في حلقتنا ما بتعرضش الاسعار، ده لسبب معين اللي هو طبعا اسف يا جماعه عشان في حد بيصور، طبعا ده غلط ان حد يصور واحنا بنتكلم في حلقتين مع بعض. طبعا يا جماعه اغلب الناس اللي بتعرض كلاب بتفضل ان هي ما تكتبش الاسعار زي ما قلنا، لسبب ان ممكن يكون الكلب غالي شويه ومش ما يكونش في متناول الجميع، وكمان ممكن يكون الكلب فيه بيانات او فيه مواصفات هو حابب يعرفها للمشتري او اللي بيشتري. في حاجه كمان انت ممكن تكون مش واخد بالك منها، ودي اغلب الاوقات انا بفضلها. بفضلها ازاي؟ يعني انا لما نزل كلب عليه سعره هتبص تلاقي اللي بيشتري واللي ما بيشتريش عمال يسال، تمام، او هتبص تلاقي كله بيبص. معنى ان واحد يتصل مخصوص على تليفون عشان يستفسر عن بيانات كلبه ويستفسر عن سعره، يبقى ده فعلا جاد في الشراء، لان زي ما انتم عارفين ان اغلب الناس بتحب تتكلم وما بتخلصش، يعني ما بتشتريش. يعني في واحد تبقى انت عارض كلب تبص تلاقي يتكلم قالوا مش عارف ايه الحكايه الروايه وممكن ما يشتريش، وفي ناس اتصالها صوت الشخص نفسه طريقه كلامه بتثبت لك ان هو جاد في الشراء، بتعرفه البيانات ايه، المواصفات ايه، الحاجات دي كلها. من هنا ده سبب ان في ناس بتعرض الاسعار على الكلاب وفي ناس ما بتعرضش الاسعار على الكلاب، وفي كلاب متاح ان انت تعرض عليها اسعارها وفي كلاب مش متاح ان انت تعرض عليها اسعارها. فانت لما تلاقي حد عارض كلب ومش منزل سعره دي ما تزعلكش، تمام، لا دي حاجه كويسه عادي، ممكن كده معنى كده ان الكلب حاجه كويسه، معنى ان السعر مش على الكلب، معنى كده ان الكلب حاجه كويسه، مواصفاته حاجه كويسه، تمام، معنى ان السعر عليه، معنى ان هو مستواه مناسب للسعر المكتوب، تاكد من كده كويس. يعني احنا كنا من فتره عارضين كلب بيتبول هو لسه موجود لحد دلوقتي، تمام، سعره عامل 700 جنيه، ده الكلب ده لسه موجود، كان حد اتصل بينا وقال الكلب ده بتاعي وقلنا خلاص يا جماعه شيلوه على جنب لان كان ليه كلب بيتدرب عندنا، ولما جاي يستلم كلبه قال حصلت عنده ظروف ما خدش الكلب، تمام. طبعا ده كان خطا مننا لان احنا ما بنحجزش كلاب، المفروض ان احنا في المزرعه قرار عندنا في شغلنا ان احنا ما بنحجزش كلاب لحد. طبعا ده الكلب ده متاح دلوقتي، اي حد محتاجه هو موجود، وهنرفع فيديو تاني ليه ونقول عليه وننزله ونعرف الناس ان هو ما انباحش. طبعا اي حد محتاج اي حاجه يا جماعه يشرفنا ان هو يكتب لنا في سؤال تحت في الكومنتات واحنا باذن الله هنرد عليه في حلقات. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الناس المشتركه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.